أم حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مستنية الشيخ يخلص. قولي. ازيك عاملة ايه؟ الحمد ربنا لله. يكرمكم. عايزة اسألكم في سؤال وفي عتاب. السؤال الأولاني سامعاني؟ اه سامعاكي. الرأي والرأي الآخر، شيخين من القمة وناس محترمة وحاملي كتاب الله تمام، ده قال رأيي وده قال رأيي، أتخذ أنهي رأي؟ حاضر. وإزاي أشتفت قلبي ساعتها ولا إيه؟ حاضر. والاثنين مرموقين جدا والاثنين محترمين جدا والاثنين ماشي. بسم الله ما شاء الله. كويس. السؤال الثاني بقى للشيخ ذات نفسه، إزيك يا فندم؟ الله يسلمك. إزاي حضرتك؟ الله يسلمك. في سؤال أنا سمعته على اليوتيوب لحضرتك فإني قاري. إن الراجل اتصل وقال لك أنا أخويا مات منذ 3 أيام في البيت، واكتشفت بعد 3 أيام جموا يغسلوه ما عرفوش يغسلوه، فكفنوه في بطانية. حضرتك افتكرت؟ أيوه افتكرت. افتكرت؟ فكفنوه في البطانية. فحضرتك كلمته بطريقة أنا حزنت، يعني أنا مش صاحبة الموضوع بس حزنت واتألمت قوي من كلام سيادتك. كلامك كان جاف وقاسي. هو الراجل اصلا تعبان والراجل حزين على اخوه وحزين على اللي عمله وحاسس ان هو اللي عمله غلط بس ما عرفش ساعتها. انت عارف حضرتك لما بنسمع خبر موت حد عزيز علينا احنا بنتشل. لا 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 اسمعيني بقى يا ام حسن. اتصل ثانيه واحده بس اكمل اتفضلي. حضرتك كلامي اتفضلي وبعد كده هكون معاك على الخط ونتناقش مع بعض. لو ما تقفلش معايا يا سيدي شريف الله يرضيك. لا ما عندناش وقت معلش. اسمعي راي فضيله الشيخ. نص ساعه على الخط من ساعه ما الحلقه بدات. اتفضلي. فبعدين يا فندم انا مش بنعرف نتفكر، فبنتصل بناس بقى قرايبنا اللي بيجوا يفكروا ويعملوا. انا دلوقتي في مصيبه ومش عارف اعمل ايه في اخويا، والراجل اللي انا جبته افتكرته ان هو من اهل القران. طب يا ست ام حسن بس بعد اذنك نقطه وقفي. هو حضرتك دلوقتي لما تعوزي تطبخي محشي ومش عارفاه يا فندم انا عارفه ان حضرتك اسمعيني بعد اذنك بقى اسمعيني. هو الكلام ليك لوحدك؟ لا 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 انا ارفض هذا ارفض هذا. لا 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 انت بتتكلمي في امر. اسمعي يا ست دعاء الامر مش عاطفي. ايه عندها حق؟ الامر مش لا ما عندهاش حق لو سمحت. ما هو كل ما بعد اذنك انت عارفه يا استاذه دعاء معلش انا معاك يا ام حسن قلبا وقالبا لكل الناس. انا معاك. لا 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 اصبري انت بتزعل الناس ليه؟ طيب لا والله اصبري لو ما تدينيش الفرصه والله امشي. لا 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 ما نزعلك. لا 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 اسمعيني. ها احنا وحضرتك العاطفه ليها طريق ودي لي طريق. انا مش العاطفه. اسمعيني يا ست لو سمحت. العاطفة ليها طريق ودي لي طريق. هي الايه اللي بتقول ومن عمل السوء منكم بجهاله فالايه؟ ايوه كويس بقى ان احنا ماسكين القران كده على مزاجنا مش على مزاجنا. بعد اذنك بقى خلاص عشان انت عماله تزيدي في اخطاء. بتالفوا يا فندم. لا انت بتالفي والله. ماشي يا ام حسن. انك تدي بصاصه للناس. لا 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 ده كلام مرفوض. ماشي يا ام حسن. ده كلام مرفوض. اسمع بقى انا قاعده اهو. بص يا ام حسن. ام حسن هي عايزه تتكلم سيبها تتكلم بقى. دعاء يا حبيبتي دعاء وتتكلمي معاه. انا عايزه انا هتناقش معاه. ادينا بقى فرصه اسمع منه ويرد علينا. انا بشكرك عشان الوقت هيخلصوا علينا. يا جماعه افهم بقى. شوفي. انت زعقت في الراجل. شوفي اسمعيني وهو بس. وهو ميت وزعلان وتعبان. انا معلش ارجعي للمقطع واسمعي كويس. خلاص كده. وانا قبل اي شيء سالته لو نقص منك جنيه هترجع لمين؟ قال لي مراجع الحسابات. مره واثنين وثلاثه واربعه هرجعه. الأهم من ده كله أنت عارفة يا ست دعاء دلوقتي لو مات واحد ولم يغسل ولم يكفن ماشي كده ولم يصلي عليه عارفة إيه اللي يحصل؟ الحكم إيه؟ أثمت الأمة كلها. أثمت الأمة كلها. جه منين الحكم ده؟ تاني أهو جه منين؟ ارجعي بقى أقوال الفقهاء يقول لك ده اسمه فرض كفاية. فرض ايه؟ كفاية. اذا قام به البعض يغسل اسمعيني ويكفل. ايه هو فرض الكفاية؟ اذا قام به البعض سقط عن الباقين. اذا لم يكن به احد اثمت الامة كلها. خلاص كده ده اسمه فرض الكفاية. ان الانسان يغسل ويكفن ويصلى عليه دي حقوقه. معلش يا سيدي الشريف اديني دقيقتين بقى. دي حقوقه وحقوقه معناها ان احنا نستوفيها. الاخت الكريمة بتقول لي عن نفته. عنفته لان لما نقعد 3 أيام وبعدين نقول غلاء الاسعار ونقول الدمار ونقول الوباء وما نسالش على بعض وبعدين لما اجي استهتر بدين ربنا ان انا اتصلت مش استهتار اسمعيني. عدم معرفه. لا عدم لا لا, لا, لا هو قال لي انا اتصلت بواحد. لا ما فيش حاجه اسمها اتصلت بواحد يا ست دعاء. اصل ده راجل قعد 3 أيام
يقعد ساعتين كمان. هو يعني الجثه ريحتها طلعت ده بعيد فما... عنك الجسم لم يغسل اصلا، ما غسلوهوش وحطوه في البطانيه من غير كفن علشان ريحته مثلا او تحلل او حاجه. لا هو لو فكر نفسه رفع دار الافتاء حاطه تليفوناتها ومشيخه الازهر حاطه تليفوناتها ويصل لجميع الناس يقول سلام عليكم، هيقولوا له ده يغسل ازاي؟ لان اللي مش هيغسل هييمم ولازم يتكفن، خلي بالك، لان ده اسمه طيب اكرام. حكم الجاهل خلاص؟ حتى يعرف. حلو قوي. انا قلت له توب الى الله واستغفر الله خلاص كده، ولكن اخطأت في حق اخيك واذهب الى قبرك، واذهب الى قبره واستسمحه. وانا طلبت كده، وكان الكلام بقى لكل الناس وفي شخصي ان احنا ما نقطعش الارحام للدرجه دي، ما نسيبش اخ احنا عارفينه قاعد لوحده 3 ايام. انا عارف مثلا اختي قاعده لوحدها او اخويا قاعد لوحده، يبقى يوميا اطمن عليه. سيبكم بقى من المال وسيبكم من الدنيا كلها، يوميا اطمن عليه، لان صله الارحام طب احنا خلصنا سبب في كل خير وفي كل فساد. النقطه الاخيره قبل ما انهي برضك، هي بتقول امال فين ربنا قال السوق بجهاله؟ لا، لما تيجي تفسر القران ما تبقيش عامله زي الخوارج وزي الفرق تقوم اصل القران. لا اسمعيني، القران مرتبط، فقال ايه؟ انما التوبه على الله للذين يعملون الايه؟ السوء بجهاله. خلي بالك. وبعديها وليست التوبه، ما قالش خلي بالك، لان النبي صلى الله عليه وسلم إيه انت ليه انا زعلت؟ لان هي بتجيب حته ملهاش علاقه خالص، حته مثلا الست دعاء ما تعرفش ان مثلا ان هي تشرب من الماء دي حرام الا باذن. فده اسمه السوء بجهاله. هو كان كده برضه إيه؟ لا 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 لا، السوء بجهاله. لكن نرجع بقى للناس اللي كان الراجل اتشج راسه وسالهم، قالوا له ما نجد لك رخصه في التيمم، فاستحمى مات، رجعوا للنبي حكوله. النبي قال ايه؟ الغلابه ما كانوش يعرفوا، قال قتلوه قتلهم الله. فالعي السؤال، يعني الجه السؤال. فالنهارده ده ميت له حرمة عند الله سبحانه وتعالى، وله مكانة وله قدر. يعني الإنسان بجهالة لو أنا أذيت نفسي مش حاجة جدعة. وبعدين خدي بالك، السوء بجهالة ربنا بيفرق، لأن بعدها قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات. علشان يفرق بين الشيء اللي معمول عن غير قصد وبين الشيء اللي معمول عن ايه؟ عن تعمد وقصد وإرادة. تاني وتالت ورابع. يا محسن هسألك أنا شيخ تاني بقى في موضوع الرأي والرأي الآخر، عشان احنا لازم نخلص. لا، الرأي والرأي الآخر ده رحمة، ده رحمة. تاخد أنه وإن أخذت بكلاهما لا شيء عليها ما دام كلاهما يستند إلى دليل صحيح بس. لكن أدم يستند إلى دليل صحيح، وتاني وتالت ورابع إكرام الميت عند الله سبحانه وتعالى. وتاني وتالت ورابع بقول للناس كلها، لو ليك أخ أو ليك أخت، ما تزعلش الناس. لا لا لا، أنا ما يهمني زعل الناس، يهمني زعل ربنا، يهمني غضب ربنا. أصل دي كلمة النهاردة بنهي الحلقة معاكي، ضمنت إن أنا أكمل؟ لا، لا. يبقى انا هرجع واقول تاني، طيب انا ما يهمنيش نجاح برنامج او عدم نجاحه. خلاص بقى احنا فهمنا بقى جدا. لا معلش، بقول تاني لنفسك ونفسي يا جماعه قبل ما يمشوا، اللي ليه اخ او اخت بالله عليكم وعارف ان هو قاعد لوحده حتى لو الدنيا كلهم متقطعه، وهو الصبح كده او بالليل يرن عليه، مش لو ما ردش هروح اخبط عليه، يبقى عرفت ان هو مات من يوم. نورتني يا فضيلة الشيخ. أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان. فاصل ونعود.